الشخصية ده بده يكلمك، بده يجيك، بده اياك الشخصية ده. الشخصية ده بده يبعت لك تلفون لاف كيل، بيحكوا لك هون دعوة حب، شخص ما يعبر عن الحب، رسالة حب والتفكير فيك، وراح يخبرك في هذا الشيء. ديت هون بيقول لك ديت موعد في لقاء شخص جديد أو مواعدة، في عودة وخطة جديدة وتغيير في العلاقة، تغيير. هون بيقول لك في حل سلمي طبعا وفي نجاح، فأكيد شخص هذا أنا يعجبك جدا، شخص حبك جدا. لكن أنت حس نفسك يعني مستحقر الموقف أو ناخذ منه موقف، أو زي مش عارف، حسك صلب. بس حسك إنك أنت كأنك عارف إن هذا الشخص يجي، بس أنت بده شوية وقت، بده يمر بشوية مثلا علاقات أخرى أو دوامة معينة عشان يرجع لك. طيب خلينا نشوف شخص حاليا. حكينا لكم الشخص هذا بيحتفل في نجاح، بيحتفل في شيء ما. احتمال الشخص على فكرة يمكن بيكون بيشرب أو مدمن مثلا على شيء معين، في عنده إدمان. الشخص هذا احتمال إنه في فرح مثلا بخص أخته، قريبته، وهو بيتمم فيه. الشخص هذا حاسس من ناحيتك بباشن رهيب يعني، وهون عندي هون في اللي بدي باشن، بس أنا حسيتها إلك باشن شغف. ونفس الإشي هون دف اللي عفوا دبل، شغف من ناحيتك وعنده إصرار على العودة من ناحيتك. شخص هذا شايفك صلميت، رفيق الروح، وشايفك شخص جميل جدا جدا جدا، وكمان حاسس إنك أنت عنيد وتقيل تقيل، وشايفك إنك أنت الحب كله، وشايف إنك أنت بس تصلح للزواج أو تصلح للمنزل. مش انك تصلح المنزل، انك شخص بيحطك بالمنزل، لا، الشخص اللي راح يعيش معاه سعيد في حياته. انا هون بقول لك في عودة، في شخص بده يحكي لك انه بحبك، هو هذه نوعية وخطوته. بس خليك ايجابي واطلع من طاقة ال مش بنحكيها المكسر، شخص المكسر يعني العائس، ومد طاقتك الغزل لكل اللي حواليك. خليك بوزيتيف، خليك ايجابي، لان الايجابيه هي بتجيب الاشي اللي احنا حابينه. فعلا الايجابيه اذا انت فكرت بايجابيه بتحفز عقلك الباطني بايجابيه، وبيجيب لك كل اشي انت بترغب فيه بايجابيه. لكن إذا أنت في عقلك ضليت عابس ورسلت طاقة للشخص هذا عن طريق عقلك الباطني، بصير يرسل موجات من جسمك في الطاقة العامة، يرسلها إنه مثلا ما يرجعش هذا الشخص أو ما يتعالج أو أي شيء. فخليك إيجابي وفكر في إيجابي جسمك. وفي حل سلمي وفي نجاح، أنت بتنجح في موضوعك، أنت شكلك فرجيت الوجه الخشب، عشان هيك الشخص هذا حاسس نفسه انك انت ما سألتش عنه، ان انت رميته، انت فكرت عليه خلص، اقفلت هاي العلاقة. هو مش تماما اقفلتها، لكن هو حاسك انك انت خلص يعني زي فوق بيك تماما. الشخص هذا شايفك انك انت في عقله الباطني شايفك انك انت شخص محبوب جدا وطيب، طيب وسخي العطاء، انت بتعطي بلا حدود، و إعطائك بلا حدود له حد في وقت معين. يعني مثلا أنت بتعطي وفي وقت بتنفصل، خلاص تفصل عن العالم، تفصل عنه، تفصل لحتى تشوف أنت شو أخذت مقابل هذا العطاء. وشايفك أنك شخص عقلاني لكن بطيب، مش بعقلانية صارمة، لأنك يعني أنت في طاقة الصرامة، لكن هو شايفك أنك أنت بتعطي ومعطاء وعطوف وحنون، وانت بتساعد، واي شيء انت بتقدر تعمله بامكانك انك تعمله بتعمله. لكن بيجي وقت ما انت بتنفصل، خلاص بتتباعد وبتحتاج الى هدوء.
وكأنك أنت بتنفصل عن الشخص أو عن أي شيء حواليك حتى يعني تاخد استراحة مع نفسك قصيرة عشان تراجع كل شيء أعطيته وشو المقابل اللي راح تاخده مثلا من العطاء تبعك. طيب كمان الشخص هذا شايف إنه أنت صحيح معطاء جدا جدا، لكن شايف إنه أنت شخص حساس جدا جدا وأنت أي شيء بيزعجك، ويعني بتحس إنه أنت خلاص يعني الشخص هذا ما قدرش اللي أنا عملت له إياه، فبتسحب حالك وتنسحب من العلاقة وبتهرب، بتواجهش، أنت فيش عندك مواجهة، بتدير ظهرك دغري، حتى يعني بتحمل في صمتك المعاتبة بينك وبين نفسك، أنت بتعاتبوش هي، أنت ما بتعاتبه. إيه كمان الشخص ده على فكرة شايف في عائق بيناتكم، العائق هذا إما طرف طيلات أو في بعد مسافات، احتمال إنه أنتوا تواصلوا عن طريق الإنترنت والشخص هذا بيراقب فيك عن طريق الأصدقاء عشان يعرف أخبارك. أنا شايف فيها انفصال، أنا بقول لك في حل سلمي، خليك إيجابي، والشخص هذا بده يكلمك وبده يبعدك ويفهمك بحقيقة مشاعره. أنت احتمال إنك أنت شفته في طرف آخر بيناتكم، ولهيك درت له ظهرك وانسحبت، أو أثناء كان معك في العلاقة دخل طرف آخر بيناتكم، يعني في تدخلات، أنا مش راح أكذب عليك، راح أحكي لك في تدخلات، لكن الشخص هذا اللي عمله إنه تخلص من الطرف هذا، تخلص نهائيا، قطع مع هذا الطرف، لأنه كان شايف إنه في العلاقة في عائق بيناتكم، كان مقلقه كتير. الشخص هذا إما كان في زواج رسمي وتم الانفصال، أو كان ينتظر في شيء حكومي من الدوائر الحكومية، مثلا ميراث، قرار من المحكمة، مثلا بحضانة الأطفال، كان يستنى الشخص هذا. وأنت فعلا كنت شايفه إنه هو في مفترق طريق. أنت لما قابلت الشخص هذا إما كان في بداية انفصال، أو كان يعني كان يفكر في الانفصال لسه، تفكيره في الانفصال. الشخص هذا كان شايفك انك انت متسرع ويعني لحوح، بتلح عليه، هل مثلا تروح تسأله هل خلص الانفصال، امتى موعد الانفصال، هل رحت للمحامي، هل اتصلت على المحامي مثلا، يعني كمثال، هل انت مثلا اتممت كل شيء عشان تخلص من الطرف الثالث، يعني حسك انك انت بتحب تعرف اخبار الطرف الاخر، او في شيء انت كنت تحب تعرف اخباره اول باول، انت في شيء كنت تحب تطلع عليه اول باول، ومش شايفك حشري بس شايفك متسرع متسرع، واي كلمه مثلا ازعجتك تنقمص وبتروح بتغادره. الشخص هذا يعني هو شايفك طيب جدا جدا، وشايفك سلميت تبعه، وهو الشخص اللي بحب يستقر معاه، شايفين كيف، وشايفك انك شخص، والشخص انت هادي جدا وطيب، وفعلا انت طيب جدا، وشايفك في عقله الباطني كمان طيب جدا جدا جدا، حساس جدا، مرهف المشاعر كمان شايفك، وشايفك شخص انت اللي بتناسبه، انت بتناسبه تكون ككل شيء في حياته، من ناحية العمل، من ناحية المنزل، من ناحية الزواج، من ناحية الحب، من ناحية الاستقرار المالي، من كل شيء. كان شايفك كمان سخي، سخي جدا، بتحب العطاء، يمكن انت كنت تساعده في العمل اذا كنتوا مع بعض في العمل، اذا كنتوا مثلا انتوا قريبين من بعض وعنده اطفال، انت مثلا كنت تاخد اطفال عبين مثلا ما يروح اقدم مصلحته ويرجع، بس كان في اولا كان في شيء مقلقه من ناحيه شيء جست في قطع، قطع شيء ما، قطع علاقه كان فيها، الشخص طالع من علاقه في زواج، في محكمه، في اوراق رسميه، او شروط انت كنت حاططها عليه، في شيء كان مقلقه الشخص، بس الشخص اللي بحبك جدا 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 هي برج السرطان، ومش مستغني عنك اصلا، وبفكر فيه بشكل رهيب، وهو شايفك البيت اللي فيه الحنان والدفء والشفقة،
الشخص اللي بيحب يفضفض له، يحكي له عن مشاعره، بيحب يحكي له عن كل إشي صار بيومه، شايفك إنك أنت مهتم فيه جدا وأنت معطيه الشيء اللي كان محروم منه. كان الشخص هذا كان محروم مثلا من الحنان، تزوج زواج تقليدي ومحسش بالإحساس هذا إلا معك أنت، محسش في زواجه، خلال زواجه ما حس معك، حس معك أنت، ومع الشخص الآخر ما كان حاسس بالأمان، إحساسه معك بالأمان، بالأمان ما كان حاسه مع الشخص اللي قبلك. أو الشخص هذا لما تعرف عليه اتغيرت نظرته لحياة الزواج، أو حياة نظرته للزواج ونظرته للحب، لكنك أنت شايف أنه هو في مفترق طريق. الشخص هذا كان الآن احتمال الشخص هذا بيحتفل في انفصاله عن شخص هو كان مش راغب فيه في حياته. عموما هذا الشخص حابب يتواصل معك كثير، شخص هذا انت بتروح فيه على فكرة، وانت شفته انه تركك وتخلى عنك ورمالك كلمتين او يعني راح، ما فهمك شو اللي بيصير في حياتك نهائيا. ايه انت شفته انه هو مفترق طريق واختار انه يتركك ويروح، لكن الشخص هذا لما قرر يقدم لقدام، مش يقدم لقدام عشان حياته هو او تخلى عنك، لا، شخص هذا قدم لقدام عشان يخلص من العلاقة اللي كانت واقفة بيناتكو أو العائق اللي بيناتكو. أنت كنت شايفة غريب بالبلاد عنك، شخصية غريبة، شخص مثلا كنت شايفة شخص استقراطي بريالي، شخص غريب عنك، في عائق بيناتكو، وأنت كنت شايفة متشدد إنه ماسك في مبدأه أو ماسك في رأيه، متمسك في رأيه، عشان هيك أنت شايف إنه هو طفولي وهو مش مسؤول عن كلمته. بس الشخص هذا حابب يرجع ويحكي لك إنه هو اللي براسه عمله. يعني إيش حكيت لك؟ إن الشخص هذا أول ما فتحنا الطاقة قلت لك هذا بحب يعمل كل إشي هو بفكر فيه ويستقر في عقله بنفذه، ما بيستنى مثلا أنت تحكي له اعمل كذا، لا، هو بيعرف شو يعمل بالضبط الشخص عشان يرتاح. الشخص هذا نوياه انه يستقر معك، الشخص هذا نوياه انه يصالحك، هو بيحكي معك في مواعدة وفي لاف كيل، في رجوع، الشخص هذا يتوازن معك. الشخص هذا شايفك انك انت بتشبهه كتير كتير كتير، شايفك انت ان الشخص اللي بحب يستقر معاه مدى الحياة. انت الشخص هذا انت فهمته اكتر من الطرف اللي كان معاه. اذا ما كانش في طرف، الشخص هذا كانش يمكن كان مثلا يدرس وكانت الدراسة مأثرة عليه والان بيحتفل في دراسته، او كان داخل في مشروع كبير وبنتظر مثلا ترقية، بنتظر انه المشروع هذا يكبر ونجح فعلا، وهو بده يجي يحكي لك انه مثلا عوجهك شايف الخير وحابب يستقر معك، لانه انت بالضبط نفس تفكيره، نفس مستوى مشاعره، نفس مستوى تفكيره، مستوى عقليته، وهو انه مرتاح معك لدرجة هو شيء شديته الك كتير كتير. عن جد قراءتكو حلوة يا برج السرطان كتير. الشخص هذا يعني زعلان عليك كتير، وانا طقطقته زعلان انه يعني هو شايفك انك انت زعلت منه، وهو على فكرة بتابعك من البيت بشوف اخبارك، احتمال بيراقبك عن طريق حدا من الاصدقاء. فحلوة كتير قراءتكو يا برج السرطان، مفيش فيها اي شيء محزن. شخص هذا ناوي يرجع لك، شخص هذا بحبك جدا جدا، شافك السول ميت رفيق الروح، وشافك شخص انت طيب جدا، حساس جدا، محب جدا، هو يحبك، هو شافك الحب كله، هو يعني يحبك بشغف، بجنون، بغياب، مجنون فيك. كيف نحكي مجنون ليلى وهو مجنون فيك؟ شافك انك انت الذي يعني شخص هذا يرجع لك، بفكر في الرجوع لك، يعني احتمال انا احكي في هذا يرجع لك.
ويخبرك عن شو صار معاه في حياته أثناء أنت كنت غايب عنه. وأحملك بشارة هذا الشخص زي بشهر فيه، مشافك طيب وهذا مش داعي مشاكل نهائيا، أنت بسويلش مشاكل، بس أنت شايفه لعبي ومحتار وبترك وقت بده ويروح، تركك قطع فيك في نص الطريق، تخلى عنك يعني، أنت شايفه عشان هيك أنت شوي عندك غيظ، أنت عندك غيظ أو متشائم منه، أو أنت اللي عندك طرف شايفه طرف تاني في حياتك وتركك عشان في طرف آخر في حياتك، وشفت إنه هذه يعني إنه تخلى عنك، نظرتك إلها هي التخلي. لأنه في طرف تاني في الموضوع، إما من طرفك احتمال أنت تكون في وتركك عشان أنت عندك طرف آخر، لكن الشخص هذا يرجع لك في وعود كثيرة، وعود كثيرة، إصلاح لك، إصلاح للعلاقة، وشو تقدروا أنتوا كيف تكونوا مع بعض، في حب، في زواج، في إيش بالضبط. طيب، خلينا نشوف التراش. خلينا نحكي لكم الأبراج. عندنا برج الجدي، برج الميزان، الجوزاء والعقرب، السرطان، الحمل. انت في طاقة نارية، انت عندك هيك شوية زعل وكبت جواك، او بتفكر بالبركان داخلك وانت صامت خارجك. طيب خلينا نشوف طاقة الكراش. ناخذ لكم كمان كروت كراش، يعني الكراش خايف منك يا اللي بيكرشك، شخص تعبان على فكرة وخايف منك، متباعد او مجبجب عنه، في شيء يقول لك اختار اتجاه جديد وترست في الثقة، في مشكلة في الثقة عفوا. طيب الشخص هذا اول اشي مشغول في شيء خص العمل، خص امية، هو شايفك امية، انت بالنسبة له امية. الشخص هذا مش عارف شو مشاعره بالضبط محيطك، هل هي حب او شاكك في مشاعره، هو شاكك في مشاعره. طيب هون بيحكوا لك ابتعد عن العالم، خد فاصل مع حياتك. This is called إدوان. خليني أشوف الشخص هذا، يعني شوف إذا بده يعترف لك خايف منك، معناته أنت عندك مشكلة. فبقول لك اختر اتجاه جديد، احتمال انت شايفك شخص غامض مش قادر تعبر عن مشاعرك، او عندك مشاكل كتير، عندك مشاكل كتير. شخص شايفك اما تعبان من علاقة، او شايفك بعيد انه يقدر، يمكن انت بالنسبة الى امية، شخص هذا بالنسبة الى انت امية، لكن الشخص هذا متحير فيك، مش متحير في مشاعرك، تحير فيك. فالشخص هذا شايف انه انت مش معطيه قد نافع زي ما بيحكوها، فخايف منك انه يعترف لك في الحب، او خايف انه ياخذ خطوه اتجاهك. اما ان الشخص هذا مارق بعلاقه سابقه وخايف انه يبوح في مشاعره وتكون رده فعلك الشخص السابق انه تعمل له مشاكل في حياته ويصير هو في ازمه ما يقدرش يطلع منها، بس الشخص ده بحبك على فكره، بحبك وبتواصل معك على فكره، وبفكر فيك بعمق عميق التفكير فيك، لكنه خايف منك. هاي الشخص ده
خايف منك، بس انا مش عارف ليش خايف منك. انا يعني هو الشخص هذا مشغول في شيء، مشغول.